ثانينا لحمد بن راهب بن حمد بن غدير 8 دقائق وثانيتين 9 أجزاء من الثانية توقيت الزمن الذي سجلته بن صوغان. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب المكتوم والثانية لعبد الله بن سالم المسافري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام شوط ينتهي وشوط آخر يبدأ على شاشة دبي ريسنج ليجدد هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل هنا في عالم الأصالة والتحديات. شوطنا العاشر كذلك انطلق قبل قليل ليحمل لنا الابكار المهجنات إلى الصايل. إذا أصحاب السمو الشيوخ تنطلق حاملة الآمال الكبيرة مع المضمرين في تحقيق ناموس هذا الشوط. سلام من تسيطر على مقدمة الشوط وتقود المشاركات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى تضميرها بينما تأتي على ثاني المراكز وتندفع الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. راشد بن سعيد بالغافرية في التضمير بينما المركز الثالث هناك براقة على الثالث المراكز وينخطف من قبل كلاسة تأتي على المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي في التضمير ورابع المراكز هناك تواجد لشقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عبد الله بن ثعيلب الهايري. وخامس المراكز هنا تاتي براقه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. والمركز السادس هذه الظبي تاتي في المركز السادس من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في تضميرها. والمركز السابع وضحى تأتي في المركز السابع أيضا من هجن العاصفة بقيادة رمز العطاء. يا سلام يا الظبي، هذه الظبي، هذه الظبي، هذه المرة السابعة، ما شاء الله تبارك الله لهجن العاصفة. اللهم زيد وبارك من هذه الإنجازات ومن هذه النوعية الجميلة مع هجن العاصفة. لحظات وصول الظبي، تهانينا تهانينا الحمد بن راشد بن غدير وكذلك وضحى في المركز الثاني. أما المركز الثالث براقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الرابع كلاسة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. نشوى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في خامس المراكز. هذه الخمس في حالة وصولها إلى خط النهائي. هناك التوقيت الزمني للحظات وصول الظبي 8 دقائق 3 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز وناموس لهجن العاصفة. تهاني حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني وضحى وصلت قطعت المسافة في 8 دقائق و3 ثواني 8 أجزاء من الثانية. كذلك تهانينا هجن العاصفة حمد بن